يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس مليوناً ومائة وتسعة وثمانين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على جرعة ثانية من التطعيم أكثر من مليون ومائة وستين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من خمسمائة وثمانية وتسعين ألف شخص هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضروره المبادره وتسجيل الحصول على التطعيم للوصول الى المناعه المجتمعيه التي ستسهم بدورها في عوده الحياه الطبيعيه